يخرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان فيه فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك ايه ده؟ انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده نعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه؟ دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة، خدت الشطافة؟ هتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت، أنت اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك إيه يا حمدي؟ عامل إيه؟ اقعد. ياه أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول ثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقولك ده المترو عارف، كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص، والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي، ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبة، أنا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، أنا عايزك تعيش معايا اللحظة. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنة لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد
المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. اه طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني يا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعوضش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. تيسي ايه؟
تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي 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 لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك قفشه ومحلك عتبته فقريه لكن هفكر ايوه فكر ونباتيتي لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي ايوه مش هعمل كده تاني بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره حرام عليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني طب خلاص خربشك ايه الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك ربنا يخليك ربنا يخليك ماشي بكره بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده بقول لك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه هو معدي معدي اخلع انا بقى خد دي كمان يا معلم تيتي تشكر خد دي معاك شايفني بلم زباله على رايك عموما بالشفا يا معلم تيتي بالشفا دي تقولها للست الوالده اذا ربما انت بطل عطس يا سيدي ما تدوق ايش يعني جت على كده بقول لك ايه اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك ده ايه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقوله يعني لكن برضه ابقى اديك رنه حاضر سلام عليكم مع السلامه يا معلم خلاص يا معلم يلا يا رجاله الحمد لله خلصنا من البضاعه ايه ده دولا ده ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا بعت البضاعه دي كلها يا ابني بعت ايه انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه لا قيم انت برضه دولا استكملت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يلا في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري ناخد الخازوق اللي خده المعلم تيتي ده مش خد خازوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البازار يا دولا بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله بقى كده دولا ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده فكرت ايه بقى فكيك بص كويس يا دولا كشري ماله يعني المعلم زعزوع الاصابجي يا دولا ماله المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دولا ايوه اخلص ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا هتقول ولا نفخك ماله سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا هو المحل بتاعنا بس يعني لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي ايوه دول انا هقول لك انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده يقولوا جاي كوش على الشارع كله وانا ما بحبش ازعل حد مني عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره تقصد ايه يعني اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله بص يا استاذ عادل انا قلبي انفتح لك قوي بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي ده كار ابويا وجدي وجد جدي وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني مظبوط لكن دي مش غيتي
أنا غايتي أكبر من كده بكتير. أنا طموحي ملوش حد. يا سلام، وإيه طموحك في محل كشري؟ يعني هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، أنا غايتي في القصب. معلش، أنا حاسس إن القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، أنا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوة لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذة يعني تعبان في إيه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطة عندي شديدة قوي ووعرة. أهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوباية قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى أفكارك. عموماً بص بقى يا معلم، أنا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد إيه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رأيك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجة تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مرة اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني، ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم ربنا يخليك والله يا معلم هقعد ادعي لكل كلكو لا ادعي لكل كلكو. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم اقشره لكو واعصره هولو. يلا. نعم دول. التمثال بتاع ازيز فين يالا؟ ازيز؟ ازيز ازيز انا سمعت الاسم ده فين؟ يعني كانت معاك في المدرسه. ازيز اخلص بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ازيز يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا؟ امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمه وايه كميه اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت دور لي على ازيز يلا. أخلى صبخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أخلى نساتو دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دمو خفيفاتو أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا هو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول وده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه أنت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يالا يا رمزي عرف إنك غبي. يا دول وبيقول لي يا رمزي وبتاع أنا اللي مجنني يا دول هو عارفني ولا أنا اتشهرت يا دول؟ يالا يا رمزي يالا أنت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمحه يا مين الواد جعفر ابو لمحه؟ جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر لا مش جعفر ابو لمحه. جعفر ابو لمحه بتاعي اللي هو صاحبي ده كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. احترم نفسك يا ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة. بغل الفرنبة يبقى هو جعفر يدولا جعفر حبيبي حبيبي يا جعفر حبيبي. ايه ده وايه اللي نظفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو يا دولا هو قلتك في الواو افهم بقى. عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه هتكسر ترزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله انا لو مؤاخذه كده بقفل لي في الشهر قول لي يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه 20 ما شاء الله يعني ايه 20؟ انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه يا جعفر باشا يا جعفر بيه ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. تيجي تاخدني انا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك جبت قدهم 20 مره.
20 مرة في 20,000 جنيه. نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام يا دولة؟ انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولة. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ لا معايا الكارت بتاعه اهو. بص لا مؤاخذة، العنوان اهو والمحمولة اهو، هو جاب العدة بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر، مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اودي فين الجميل بتاعك ده. لا اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض، طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا مستعجلات حبيبي يا جعفر. باشا سلامات يا رمزيات. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دوله ابوس ايدك يا دوله، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي. طلباتكم ايه بقى؟ بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كروهات كده اهو. الله جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حدفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. ايه المعفن؟ يا اهلا وسهلا، مش تقولوا كده من الصبح. طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا بص، اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير، هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاء، او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولة، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني. افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص، حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه، انا تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه؟ مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانية غير الجوازات ولا اي حاجه؟ بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو، تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي، دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي؟ ايه قصدي يعني يا حماتي؟ ان انا قررت اسافر ايطاليا. فكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا هجيب البارفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟
برافو عليك ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20,000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ ايه يا دي العيبه، هتروح تشتغل صرماتي يا عادل؟ صرماتي ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعه؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا البازار ده حله سهل قوي، في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب 50% يعني، غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصب عني، انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك، مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يصرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا 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 مضمون، يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟ ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا بيه بقى احسن الترزي ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي ما انت معاكي مصر كلها، هو انا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجه ان تدعوا لي يا جماعه لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. دولا وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه ورده حمراء. طب وهيحط الفازه ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى بس بقى كلمة السر ايه؟ كلمة السر ولا رمز كلمة سر ايه؟ اخصمك. اخصمك. هيفاء 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 يلا حاجة الهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسم. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت واقف ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني الشهير بدوله. وانا هره رمزي يعني الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله. بالراحة. حاضر هات الفلوس يا رمزي بالراحة. يا دولا اتفضل. ايه دولا؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليه يروح. خد باله هنا. من غير ما حد ياخد باله. ادكم معانا يا جماعة والنبي. من غير ما حد ياخد باله. حد خد باله؟ عيب احنا شغلنا مية مية ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان محدش ياخد باله. يا راجل ده هتخلي الناس ياخدوا بالهم. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي ما دام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده هو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام. جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحصابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت هتشخر ايه؟ انا اسف الناس. اصل ايه دول عصابه؟ ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه يلا بينا يلا. يا فاضل يومين واسافر مصر هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه. مش هتوحشني. يلا يلا امشي امشي قدام. ماشي
السلام عليكم، ازيك يا معلم سين سالم؟ ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متينات. ايوه سين، ايه بقى احنا خلاص في بيننا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم، او لو عايزين تدلعوني دلعوني يلا. طب عملت ايه بقى يا معلم سلام؟ سلام ايه يلا، انت كده مش بتدلعه، انت كده بتهزقه. احنا اسفين، انت شايفه كلب البعض. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني، وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط، فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب، انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تأشيرة ايطاليا بقت صعبة دلوقتي، لكن انتوا ليكوا عندي انكوا تروحوا ايطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه، المعلم نون نظم دهون بيتكلم صح الصح. بص حضرتك، انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا، ومش هنروح طيران، هنروح عن طريق البحر، يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله، بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك، واول ما توصلوا المركب هتتحرك على بركه الله. سيري يا نورماندي تو يا دول، انا كان نفسي اركب سفينه من زمان. انت هتعمل فيها يا فتاح الاسري؟ سفينه اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم المؤاخذه، احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. احنا ناس منظمين، لينا مندوب هيستناكم هناك، هتخشوا التخزين تباتوا ليله ترتاحوا يعني، وبعدين تتكلوا على الله تسافروا على طول. يا جاي لك يا ايطاليا. ربنا يسهل لك يا ابني، مع ان انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ما يا مرات عمي ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رب؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك، حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زيغة وقلبك مفعوس كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زيغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى، طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. الوداع عادل، اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليا. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه، سلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. يلا ايه كهربتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه شنطي تقيله بقى على ايدي. يلا يلا ابي عادل ابي عادل، اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين، يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه يا ماما، مع السلامه. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا باي باي يا سلامه. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي باي، واللعب بتاعتي يا بابا، والبرفانات. باي باي.
احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعيلك يا دود. مالكش دعوه، مالكش خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هادي ترحلوا. ده احنا ما لحقناش، بقالناش خمس دقايق. معلش بقى دول هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده، انت اللي بوظ اخ. لا لا كده حاجه تقلق، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات. مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل موضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل يا حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي، اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ الاسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا، في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ يا ابني حبيبي اسالي نفسك واسالي احساسك المرعف العالي اللي حاسه بيه قوي. مش انت احساسك ده هو اللي رجعه. انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. لا اسكت بقى، اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا دي اسكت، انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ مرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقالنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين ضرب؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا، اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا، لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. معلش يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. مين دول؟ يا رانيا، رانيا اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمة ما مسافر، وبضربه بالجزمة لو سافر عندي. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح. كلميني في اي موضوع، موضوعي وانا دلوقتي نايمان اصلا، ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت، وقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي حضرتك، هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ هو بداية غير مشجعة على الإطلاق. حضرتك عايزانا أشجعك أعمل إيه يعني؟ مثلا أقعد أهتف أقول رانيا وأسقف لك، ولا أعمل يافطة مكتوب عليها مشروع رانيا؟ أنا عايز أعرف أنت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في أحكامك؟ حاضر، اتفضلي. مش هسفه ولا هتسرع، اتفضلي. إرغي 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 إرغي. الأوبن دي، الأوبن دي هو مشروع كل عصر، الأوبن دي مشروع كل عصر لكل سيدة في مصر. ده زي قراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة ان الاوبن دي مربح جدا، يعني دخل الاوبن دي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وابو 5000 جنيه ده عايز راس مال قد ايه يعني؟
اديني 3000 جنيه وانا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهباها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ انت اتجننتي؟ 3000 جنيه ايه يا هانم اللي انت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني؟ بصي مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس؟ ها يعني ايه مفيش فلوس؟ يعني انا من حقي احقق احلامي وطموحاتي، مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقة. لما ان شاء الله تبقى مطلقة هسمح لك انك انت تشتغل. يوه بقى دي مش طريقة عيش. على فكرة بقى انا زهقت، انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ تصحنوا ليه؟ اتفضلي يا ماما، الهانم عايزة 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا بحل بقى، اسمه الاوبن ديت. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش مطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ ماما بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس 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 يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا لا جرحني جرحني عادل جرحني. معلش يا حبيبتي معلش. ما كنتش اتوقع منه انه يعمل لي بالخشونه والتهور ده كله. قطيعه تقطع الرجاله كلهم كده اساليني انا. الرجاله؟ ايه ده يا ماما؟ بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قولي بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يقطع عادل وسنين عادل، عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه؟ انا كمان عايزه اشتغل. شبكه علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنقكم وننتقل الى مرحله جديده. بقول لك يا رانيا قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدا بدايه بسيطه يعني. تركيا 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 تركيا. ماما ايوه. اللبس ده لو اتجاب من الوكاله يكلف كام؟ بمشاره 300 جنيه. 300 جنيه 300 جنيه. خلاص يا ماما نجيبه ونضرب ماركات. ونكو ونكيس وكل شيء يبقى كويس. ايوه كيس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره. والشطاره تغزل برجل حمار. واديني في الطلماني يا اناناس. اناناس اناناس. ايوه بيكي. ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا. لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حد بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني، انتوا فاكرين ان حد هيشتري منكم الهلايل دي؟ بس اي حبيبتي. لا بصي، لا انا هقول لك، انا جبت جينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عضه الكلب وجابت دمور وجابت لفته. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده. هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شاريينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. كبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقوليه وانت واقفه على العربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل. يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني. ولا يهمك يا ماجي، تموينك عليا انا. واذا كنت تحب مميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش مميرفت، لان مميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه. ماشي يا عادل ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام. فلوس بتجري وراكم بتلعب معاكم السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانتوا تحطوا دور عليها وتقولوا فين الجنيه ونص. ايوه 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 تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي. ذوقي 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 عصير عصير عصير. عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟
يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتي. كلو 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 كلو. عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانشار افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه، البت دي كانت عايزه تديه لبنت خاله اللي هي الكونتيسه سرايا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده سوني خالص، انا اشتريته خلاص ب 500 جنيه. اوكي. شيبس شيبس شيبس، عصير عصير، شاي كشري، شاي فتله، شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى، دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. اوه انا شو سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. عادل لو سمحت ما تبوظيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام، الله بدستمك ما حصلش، بدستمك ما حصلش. يا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه من حته. بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك. يعني حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي انا في الشارع بالصدفه. يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ست متشكرين، معكيش فسيخ، انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟ في البيت وانا اصرف عليك ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ بيعدل معاه شويه عادل. ده لعبه. سلام. ادي 1 2 5 1 2 3 4 5006. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي، الاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. وصاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. او نو. بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان، انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده. ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟ ايدي دو ايدي دو، عشاء ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل البلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس. ايوه يعني هيجي له بكام يعني؟ ما اعرفش هو ايه اللي يجي له بكام. انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اوف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو give me the phone please. اوكي هاني just a moment. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 2 1 1 4 5. الو
مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي ربنا يخليكي، من فضلك عايزه 4 زوج حمام شقلبه زاك و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتي لي شاورمة فراخ باللحمه. اوكي شاورمة فراخ يا سلام. ده فاضل بقى حبه حبه يا ماما الاقيكي واقفه عند مكنه اكسبريسو. وانا اكل ايه اكل ايه اكل؟ بقول لك اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومه. فخدتين بالتومه برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشه وفي الفشه والحاجات دي. اطلبي لي من فضلك واحد لانجوست مشوي مع صوص دوبور. لانجوست مشوي؟ لانجوست بصوص دوبور بكام؟ ب 1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. اذا انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو. انا متعود اما اكل لازم احل. فين الحلو؟ اجيب لك التليفون ماي ديار. لا حياتي ميرسي هكلم بالموبايل بتاعي. الو هاي محلات الحلو يحب الحلو لصاحبها محمد الحلو. اي بعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ما يتقلش. حبيبتي من فضلك لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي. لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، المفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت انا المفروض ادفع. هو انت معك فلوس؟ لا خلاص يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش هدفع. بيبي بيبي يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض واكل وبحلقه ما تدفع وخلاص. يا دولا خد امسك السندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي انت تبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ ايه دوله واحد يا عم. واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دوله مالك يا عم مالك كده؟ هو يعني دلوقتي انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دوله؟ فين ايام زمان كده؟ هو دوله لما كان يقول لي قشطه يا رمزي اقول له قشطه؟ فينك يا دوله؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من على الرف. كاني وقعت من على الرف. اتركنت على الرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل يا دوله؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع يا دوله، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة العملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبة منين؟ إيه؟ من أمك. دولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دوله كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس. ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى يا دوله كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده واقوم رميه في ودن البقره صبوحه. عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دوله لو سمحت عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه ما سكتش وقرر يحاربها، ف
فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقرة طبعا. لا يا دولة، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقرة بتاعتها، ورجعوا بقى الاتنين فقرة تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. يعني انت عايزنا نستفيد من الرواية بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولة مش لازم يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينة. سكينة؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متأكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجة، ان لا يفل البقرة الا الجاموسة. خش يا انت وهو انا. ماشي يا ريس. ماشي يا ريس. خش افرش هنا يلا. ماشي يا ريس. ايه ده؟ ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. لا مش الاسلوب ده يا عادل، بقى الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين باتنين ونص. تعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. اي مشروب بخمسة وتلاتين قرشة، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي بخمسين قرش وانت تبيعه بخمسة وتلاتين قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ باتنين ونص. وتعالى بص. باتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيه بدلة انما ايه، ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب. قربوا يا شباب، باتنين ونص. على بص فرش الدولة اسعارها مش معقولة، باضي حريمي بتلاتة ونص. عادل قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبوره انما ايه، سل الاموره معانا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. ومعايا فلايه. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطرك ب 15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دوله ب 12 بس. تعالي 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 تعالي. دوقي دي شايطه ودايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دوله دي. لا 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 لا، بتاعت غسله واحده ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثه، ولا بتبوظ ولا اي حاجه. باتنين ونص. يعني انت مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء، يعني ما ده انت مش شرف المهنه يا عادل. يا وطي يا عادل، يا وطي. هنحدف بعض ولا ايه؟ يا وطي. لا لا لا، التجاره شطاره، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام، باتنين ونص. قربوا يا اخوانا، طلع يا دي البضاعه. ايه يا معلم؟ طلع يلا. قرب يا تيزا، البضاعه على الترابيزه. اقول لك ايه يا استاذ، عندك خلاصين اطفال؟ خلاصين؟ اديها خلاصين الاطفال من عندك. يلا عينيا يا دولا. يا ريس دولا، يا ريس دولا. هلا حما يا ريس. عاملين بكام النهارده؟ هلا كله على بعضه ب4000. 4000؟ ايوه يا ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش. هلا يا انتي، عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوباية مية ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تتردحوا شوية. انا ممكن اخد منكم البضاعة كلها، ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشة دي لحد اخر شراب في البضاعة. الله اكبر، ايه الروح القتالية دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الرئيس دولة. ايوه، انتوا ما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السكيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الرئيس دولة. ايوه، ما انا ما دعيت عليكم، الحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم، واللي حصلني يكسرني. باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. ايوه باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تانت هنبيع بالقسط، ويلا يا عم هات شميس لحمار. الله. انت اليد على البضاعه. هلا يا عم احنا
صوتنا اتنبح بقى دولة بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي على بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بس. بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. ايوه وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وهي وهي ايه، انا مندوب رئيس الحي تمام، وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق، واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار تمام، وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص تمام.